وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة. ووقفة أخيرة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا دينا. شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة جنوبا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 21، الصغرى 12، اسكندرية 20 11، مطروح 19 11، بورسعيد 20 13، إسماعيلية 21-8 وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 21-11، العريش 19-9، طابة 20-10، شرم الشيخ 25-16، الغردقة 25-13 وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 25-8، أسوان 26-10، الوادي الجديد 24-5، شلاتين 26-17، حلايب 24-16 وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.